ثلاث اشخاص كاين 7500 وكذا. بالنسبه للمركبات المخالفه كاينه 1086 مخالفه. بالنسبه للدراجات المخالفه كاينه 102 مخالفات. بالنسبه للمحلات التجاريه كاين 33 مخالفه سجلت في هذا الشان. بالنسبه للناقلين غير الشرعيين عندنا 168 حاله. هذه الحصيله ما راحش توقف هنا، راحين نعاودوا ونبقاو ونباشروا نفس النشاط الى غايه ان شاء الله الوصول الى النتيجه المرجوه وهو تقليل من هذه المخالفات. القيمه الماليه اللي كانت تتراوح ما بين 3000 دينار الى غايه 6000 دينار تم رفعها الى 10000 دينار. هذه المخالفه اذا لم يكن هناك استجابه لتسديدها في ظرف 10 ايام يتم ارسال الملف الى العداله، اين يتم رفعها الى 20000 دينار جزائري زياده على الحبس من يوم الى 3 ايام.